من الأمور التي حرمها الإسلام ومنع منها السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فلا عنصرية في الإسلام ولا استهزاء بالآخرين لأجل لون أو عرق أو جنس أو ما شابه ذلك. ولذلك أهيب بالجميع أن يفرضوا احترامهم على الآخرين وأن يحسنوا في التعامل إليهم، فإن الشاعر القديم كان يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استحسن أو استعبد الإنسان إحسان. هذه ساحة الإسبانية أو الموقف الإسباني، Spanish Steps، في قلب العاصمة الإيطالية روما في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر نوفمبر من عام 2017 للميلاد.